السلام عليكم، معكم شادي العبادي. بهذا الفيديو راح نحكي عن كتاب إنجيل بانابا. للي ما بعرف شو إنجيل بانابا، هو إنجيل ذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأظن أنه انكتب بالأول باللغة الإسبانية، بعدك الترجم، وصارت له قصة أنه في واحد شخص معين كان يشتغل عند راهب، بعدين لقي عنده مخطوطات اللي هو إنجيل بانابا، وأخذ الإنجيل وقرأ وصار مسلم. بتلاقوا هذا الكلام بالمقدمة تاعت الإنجيل، يعني بتقدروا تقرؤوه أنتم. المهم، يعني أنا حاب بس أعلق تعليق صغير على الإنجيل بعد ما قرأته، يعني إنه الإنجيل بصراحة أنا حبيته، حبيت الكلام اللي فيه، حبيت الحكم اللي فيه أمانة. زي مثلا المسيح بيحكي واحدة من الصفحات: فإذا رأيتم العالم يستهين بكلامكم فلا تحزنوا، بل تأملوا كيف إن الله وهو أعظم منكم قد استهانوا به أيضا العالم حتى حسبت حكمته جهالة. فإذا كان الله يحتمل العالم بصبر فلماذا تحزنون أنتم يا تراب الأرض والطين. هاي حلوة عن جد الكلمة وأنا حبيتها. المهم، غير موضوع الحكم، في بعض الأفكار بتخالف العهد الجديد اللي مع المسيحيين، الإنجيل الأربعة وهيك، زي مثلا أنه محمد هو المسيح المخلص أو المسايا، وبعض في أفكار بعض بتخالف الإسلام بعض بنفس الوقت، زي فكرة أنه السماوات أظن 9 حكوا بالإنجيل هذا. وفي بعض الأفكار بصراحة اللي حسيتها نوعا ما بتخالف الإسلام بشكل كبير كثير، فممكن نحكي إنه إنجيل حلو تتفحص وتقرأه، بس مستحيل يكون من عند الله إنه بخالف الإسلام إذا كنت مسلم، يعني إذا مش مسلم فقرأ يعني عادي. بالنسبة للكتاب، أنا بصراحة حبيت القصة اللي بيعطيها ليسوع المسيح أو عيسى، حبيت الحكم كثير عن جد حبيتها. الإنجيل بصراحة جدا حلو كقصة، بس لا تأخذها كدين، جدا حلو واستمتعت فيه. مشكلتي مع الكتاب هذا انهم بيحكوا انه بمقدمة الكتاب قدم كمان الكاتب زي، خلينا نحكي، رد على اعتراضات انه هذا الانجيل مثلا، خلينا نحكي، انجيل منحول او مثلا مزور من المسلمين، او كتب مسلم يعني رد على هاي الشبهات والكلام هذا. وبصراحة ما شفت رد منطقي او مقنع 100%. فالانجيل هذا حسب الكلام اللي هم كاتبينه المترجمين، انه كتب بالقرن السابع اظن ميلادي، اظن هذا هو نفس القرن، صححوا لي اذا كنت غلطان، اللي ظهر فيه النبي محمد، اللي هو القرن السابع. ف يعني طلع مع النبي، بس اكيد يعني ما دام طلع بنفس الوقت يعني ممكن، ها ممكن ما بعد. زي انا بالنسبه لي انجيل عادي زي باقي الانجيل، يعني اني مسلم فبامنش فيه، بس ما علينا. لو بدي اقيم الانجيل بصراحه اعطيه 8 من 10. عن جد بصراحة بنصحكم تقرؤوه لأنه حلو حلو كثير. القصة اللي بحكيها وبحكي كيف خان يهوذا المسيح وكذا، وحلو كمان هيك أنك تشوف وجهة نظر، خلينا نحكي، مش بغض النظر كان صح ولا لا الكلام اللي فيه، الإنجيل هذا جدا جميل، والقصص، القصة يسوع المسيح فيه جدا جميلة. بس أنتوا اقرأوا مش على أنه أساس ديني، لا، اقرأوا على أساس أنه قصة عن شخص عظيم أو عن نبي عظيم. وبصراحة في شغلة ثانية حلوة فيه أنا استحكيها، إنه بحل مشاكل بالعهد القديم والجديد، فبتلاقي مثلا بود على أفكار مثلا بالعهد الجديد والقديم وبابط الشغلات، شيء مش طبيعي. طيب، آخر الفيديو بتمنى إذا عجبكم التقييم تاعي أو كلامي البسيط عن الكتاب حطوا لايك، وإذا ما عجبكم حطوا سلايك. أنا بصراحة كان استحكي أكثر عن الكتاب، بس ما فيش كلام بصراحة إنه ينحكى كثير، غير إنه حلو أمانة، يعني غير هالكلام ما عنديش. يلا سلام.